أقرب من الصورة بشكل أكبر وأروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن من خلالك طبعا عن تدريبات الفريق وآخر مران قبل مباراة بكرة إن شاء الله، وقول لنا كل الكواليس إيه. طبعا أمير يعني إن شاء الله بإذن الله كل التمنيات كالعادة في البداية لفريق النادي الأهلي مباراة بيراميدز والفصل التام بين البطولة الأفريقية وبطولة الدوري العام. يعني يمكن المعنويات مرتفعه بشكل كبير، وحاله الاصرار اللي احنا لمسناها وبنشوفها وبناكد عليها في كل لقاءاتنا سواء او مداخلاتنا كمان. الحاله يمكن الفتره اللي فاتت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي الدوافع بتتجدد بشكل مستمر، هو هدف يا امير رغم كل الظروف المحيطه ورغم كل الاحداث، لكن لعيبه النادي الاهلي عندها هدف كبير جدا هي تستمر في سلسله الانتصارات سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري العام، بالتحديد كمان مباراه بيراميدز لها حسابات خاصه فنيا، فرقه على اعلى مستوى طبعا، وايضا النادي الاهلي بيدرس بشكل كبير جدا كل الامور الفنيه عن طريق اكيد مستر ريني فايلر المدير الفني اللي على طول بشكل مستمر بيكون في محاضرات فيديو، بيكون في مقاطع فيديو. النهارده التدريب الاخير تدريب مغلق تماما زميلي امير، يعني نقدر نقول قبل انطلاق المران اكثر من نص ساعه او 25 دقيقه تم غلق طبعا انزال السير الخاصه بيه ملعب بختار التتش لغلق التدريبات الخاصه بيه مباراه التدريبات الاخيره اللي خاصه بيه مباراه الغد ان شاء الله. لكن قبل ما نكون قبل طبعا ما يتم اغلاق التدريب يمكن شفنا طبعا مستر ريني فايلر اجتمع ببعض اللاعبين، التحفيز طبعا والتعليمات الخاصه لكل اللاعبين هي دي كانت سمه المحاضره. بنسمع بعض الكلمات من عن طريق طبعا الدكتور عمرو محب، يمكن سمعنا طبعا جمله مهمه جدا، لابد ان احنا ان شاء الله باذن الله نحافظ على الاداء المميز ونحافظ ايضا كمان على الانتصارات. النادي الاهلي مستمر بشكل كبير وباداء ونتائج مميزه في بطوله الدوري العام، الفرق ان شاء الله يبعد وما نبصش للخلف، احنا بنبص لفريقنا فقط لا غير. يمكن ده اللي كان ابرز التصريحات اللي طلعت طبعا من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. بجانب كل الامور دي عايز اطمنك على اثنين يا امير، يعني ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين غدا. نمره واحد طبعا احمد فتحي كويس بتطمنا عليه من خلال طبيب النادي الاهلي خالد محمود، وكان واضح النهارده كمان ان احمد فتحي هيكون ان شاء الله ليه دور في مباراه الغد. مش عارفين طبعا نتكلم على الكواليس طبعا امير الخاص بالتشكيل، لان انت عارف خلف المران ده طبعا بنحافظ على السريه وكده، لكن انا بطمن بشكل كبير على احمد فتحي تحديدا انه يكون متواجد ان شاء الله في التشكيله الاساسيه غدا. جونيور اجاي ايضا كمان يعني تعافى تماما من نزله البرد اللي يمكن يعني اثرت عليه خلال ال 48 ساعه الماضيتين، لكن الحمد لله ايضا طمنا عليه النهارده. بجانب ياسر ابراهيم طبعا يعني هي باينه الاصابه باينه على دماغه، لكن ياسر من اللعيبه الرجاله جدا بربط كده يشارك عادي يعني يا كريم. يشارك يا امير يعني نقدر نقول ما فيش اي حاجه تعوقه، هو طبعا اي بس التحامات خاصه بالراس بيكون فيها حرص شويه من ياسر ابراهيم، لكن اللعيبه الرجاله واللي اثبت نفسه بشكل طبعًا كبير جدا طبعًا جدا خلال الايام الماضيه، وده اللي اكد عليه بصراحه الكابتن سيد عبد الحفيظ قال شخصيه ياسر قبل ادائه، وده يمكن الالهام ان ياسر اللعيبه اللي ما بتتكلمش عنده اصرار كبير. صح. الكل يا امير الحمد لله يعني كل اللعيبه نقدر نقول ماشيه على نفس على هذا النهج، الكل ما بيبصش مين اللي يلعب او مين اللي يكون متواجد، على قد ما الكل بينظر ان شاء الله يكون تحقيق الفوز هو الهدف. التدريب شغال يا امير في هذه اللحظات، يعني نقدر نقول في الجزء الاخير من التدريب الخاص بالجمل التكتيكيه، الفرصات، الفاولات اللي من خارج ال 18. ان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المران كالعاده يتوجه للنادي الاهلي في حفله خاصه بيه باحد الفنادق القريبه ان شاء الله باذن الله من الاستاد طبعا، اللي باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. انت عارف المباراه هتكون في الدفاع الجوي نظرا لمباراه بيراميدز، فان شاء الله يا امير باذن الله نكون موفقين ويستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق قبل مباراة مهمة جدا مباراة الغد بإذن الله تعالى.